أهلا بكم. يبدو أن الأسواق الأمريكية تراهن على أسعار الفائدة المرتفعة، حيث أصبحت علاوة سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إيجابية للمرة الأولى منذ يونيو 2021، فيما تظهر المؤشرات أن المستثمرين الأمريكيين في مرحلة تخوف شديد من الوضع الراهن. وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الأمريكي وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق اليوم، فضلا عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الاحتياط الفيدرالي لقياس التضخم غدا الجمعة. ورغم أن الذهب عانى من ضغوط بيعية خصوصا يوم أمس، فقد شهد ارتفاعات طفيفة اليوم شبه مستقر خلال التداولات، الآن عند حوالي 1892 دولار للأونصة. ولكن الواضح أن الدولار احتفظ بقوته واستقر قرب أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات اليوم، مبقيا الين أيضا قرب منطقة قد تستدعي تدخل السلطات لدعمه. ومع هذه القوة نرى بأن اليورو والاسترليني هناك ضغط عليهما وما زالا عند أدنى مستويات في عدة أشهر رغم الارتفاعات الطفيفة التي لحقت بتداولات اليوم. صعود قوي لأسعار النفط عند أعلى مستوى في عام 2023 مع استمرار مخاوف الأسواق إزاء تراجع المعروض بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية، حيث انخفضت بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات انخفاضها بمقدار 320 ألف برميل. ونرى مزيج برنت خلال تداولات خصوصا الصباح قفز فوق مستوى 96 دولار للبرميل، الآن هو عند هذه المستويات تقريبا، هناك قلص من بعض المكاسب. والأسواق الأوروبية تلقت دعما في بداية التداولات من ارتفاع أسهم قطاع الطاقة فيها، وكان هذا في الصباح، ولكن يبدو أنها تعود الآن إلى بعض التراجع الطفيف. وتترقب الأسواق اليوم صدور البيانات المبدئية للتضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا، ونرى داكس الألماني على استقرار بانتظار بعض هذه البيانات. للمزيد ينضم إلي الخبير الاقتصادي علي حمودي، أهلا علي. لنبدأ من أسعار النفط ونتحدث عن جميع العوامل المؤثرة فيها والتي تسببت في صعود هذه الأسعار لهذه المستويات، وهل هي برأيك مستدامة؟ يعني احنا نعلم انه ابتدت اسعار النفط ترتفع فوق ال90 عندما اعلنت المملكه العربيه السعوديه وروسيا عن مد خفض الانتاج الى نهايه هذا العام، واتت تصريحات من منظمه الطاقه الدوليه بانه حيكون هناك عجز، فلذلك احنا راينا هذه الارتفاعات. لكن في ظل هذا المناخ الاقتصادي، خلينا نقول الموجود حاليا في العالم، هل استمرارية ارتفاع أسعار النفط واردة؟ هي واردة طبعا، ولكن حتى لو ارتفعت فوق ال100 دولار هل هي في مستدامة؟ أتوقع في الوقت الحالي لا، لأن يعني ما يمر به العالم الآن ليس 2012-2013 عندما كان أغلب العالم ينمو ب6 و7 والصين كانت تنمو بأكثر من ذلك. الآن السياسات النقدية تحاول خفض الاستهلاك وتحاول أن تبطئ الحركة الاقتصادية على أمل أنه تدخل في سوفت لاندنج، يعني هبوط ناعم بالنسبة للحركة الاقتصادية، وقد نتفادى ريسيشن. الآن الكلام عن ركود اقتصادي ابتدى يعود مرة ثانية، في ذلك توقع هذا قد يحد. بعدين إذا ارتفعت أسعار النفط حنرى ذلك سلبا على كلفة المعيشة لدى المستهلكين خاصة في أوروبا في الولايات المتحدة. هل ارتفاع أسعار الوقود حيخفض من ميزانيتهم للإنفاق على السلع الأخرى؟ يعني برأيك أن قرارات أوبك التي بشأن الإنتاج خلال الفترات الأخيرة والأسباب التي أدتها إلى ذلك، هل يعني وصلت لهذه النتائج التي أرادتها؟ أتوقع ذلك. يعني السبب الرئيسي هو خاصة من تصريحات وزير النفط السعودي أنه يريد أن يحذر المضاربين بالنسبة لأسعار النفط. من الواضح الآن بعد كل ما فعلته المملكة وأوبك مشتركا وأوبك بلس، وجدنا يعني فلورا، وجدنا حد أدنى لأسعار النفط ممكن أن تصل إليها، فهذا
ما كان هو الهدف المنشود أصلا من استقرار الأسعار. فلا نستبعد أنه قبل نهاية هذا العام أنه قد نرى تصريحات من أوبك أو من المملكة أنه سوف يزيد الإنتاج، لأنهم قالوا ذلك أنه عندما مددوا لنهاية السنة قالوا إحنا كل شهر سوف نتابع هذه الأرقام. لا تريد أوبك أن أسعار النفط ترتفع بشكل كبير ومن ثم يحدث هناك يعني فقدان بالطلب، يعني ديماند كولابس عندما تصل إلى أسعار مرتفعة جدا. طب علي، هل برأيك يعني ضغوط الدولار على اليورو والين ستستمر خصوصا بعد البيانات التي ستصدر غدا من منطقة اليورو؟ يعني هذا احنا طبعا هذا كلها تبعات الاسبوع الماضي واجتماع الفدرالي وتصريحات ايضا من اعضاء الفدرالي انه قد يجب ان يكون هناك رفع اخر قبل نهايه هذا العام، واصبحت الان الاسواق يعني مقتنعه بانه لن يكون هناك خفض لاسعار الفائده في 2024 على الاقل. فهذه النظره انه هاير فور لونجر بدا يسيطر بشكل كبير على 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 الدولار، ولذلك احنا راينا الدولار ارتفع قرابة المية، مؤشر الدولار إلى 107، وأيضا عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل أيضا ارتفعت لذلك، لأنه الآن من الواضح هناك اقتناع بأنه السياسة النقدية في الولايات المتحدة تبقى متشددة لفترة طويلة. الخبير الاقتصادي علي حمودي، شكرا جزيلا لك. تسلم. إذن هذا كل ما لدي حول تداولات الأسواق العالمية والسلع، عودة لك هند.